عادة لم يستغني عنها عم أحمد المجاهد وأصدقائه. في كل مرة يعود إلى هنا، إلى هذه القرية، يتذكر فيها أصدقائه الشهداء، فيترحم عليهم ويستذكر بطولاتهم وتضحياتهم من أجل هذا الوطن العزيز. فرنسا لي زامبيس كذاكي يوث غاك سراكي بدا كدوري ماكاكي يوث ذاكي رواند هلال المولي ماينا ألور ثلاث لي زامبيس كذاكي يضرانتي 56 سراميق 57 ندخل من لامبيسكاد ميد مي عيان أدروح لنا تدرتنا خطر ثبت دارتنا تدرت المنع ثمرتنا قرنص لازم ننتير دي 43 شهيدا ينتمون إلى هذه القرية، حاربوا الاستعمار فكتبت لهم الشهادة. اليوم سكان قرية تيجرين يمجدون بطولاتهم في تكريم خاص. نبغانا تجميد يوكيم جو هذه كذا نفس الدفنة تدفنا من طاس ثورة تدفنا إكس على طاس من الشهداء تجميد تقول دوسرة كانت الوحدة أنا مئات من لعيبا في الناس باش يهدي دوسرة ويد ويزميرا يون اللعب أكيد يفكشو ترسيخ تاريخ الثورة للأجيال المتعاقبة واستذكار تضحيات الشعب الذي رفض الاستعمار يمجد لتاريخ لا يمحى بتعاقب الأزمنة.